احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به يا الله احيانا تشعر انك عايز تعيش لوحدك احيانا تيجي عليك لحظات تقول انا مش عايز حد الزوجه تقول يا ريت يغلقوا عليا الباب كده ويسيبوني لا زوج ولا عيال كده اشوف ايه مع روحي شويه كده الراجل نفس القضيه يقول لك عايز ده مشاكل ولا شغل ولا عمل ولا عيال انا عايز ساعه كده يعني سبحان الله يوحشك من الخلق متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به الله من اراد انيسا فالله يكفيه ومن اراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظاً فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار والعياذ بالله تكفيه، هي كده. يعني أنت عايز أنيس أفضل من الله؟ يا الله. عايز جليس أفضل من القرآن؟ ما أنت عايز واعظ أفضل من الموت؟ أنت عايز سبحان الله غنى أفضل من القناعة؟ فالقناعة القناعة ده يعني اذا اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء اه طبعا والله لان لان محب الدنيا كما نقول دائما كشارب البحر ما زاده الشرب الا عطشا يشرب ماء مالح والعياذ بالله يزداد عطشه يشرب ماء ثاني مالح يزداد عطشه لغايه ما عزكم الله بطنه تنتفخ يحصل له استسقاء ثم ينفجر ده محب الدنيا اذا كان له وادي عايز اثنين اذا كان له واديين عايز ثلاثه ولن يملا جوف ابن ادم الا التراب اللي جه منه سبحان الله يفضل دائما زي ما قلنا من قبل لازم بطن امه ماسك كفيه قابض على الدنيا يخرج من الدنيا قد فرد كفيه لانه قد سلم ما عنده خلاص هات يا بطل خلاص يبقى معك ثلاثه يعيشون معك المال والع والاهل والعمل اول من نموت ويرفعون على الاكتاف تركنا المال لا دفتر شيكات ولا رقم حساب ولا فيزا كارد ولا مش عارف كلام خلاص انتهى الموضوع ولا خرج هو انت نزلت من بطن امك كيف؟ برقم حساب؟ ابدا انت نزلت للحساب سبحان العمل ثم الحساب فخلاص المال تركناه في الدنيا وبعدين قال الاهل يمشوا معايا من باب الايه؟ من باب يعني عشان الناس الاغراب ما يقولوش يعني الرجل ده اولاده تركوه ولا اهله تركوه فيمشوا معانا لغايه فين؟ لغايه حافه القبر ويجي الدراجر اللحاد او اللي يلحدنا ده سبحان الله امين المخازن ده سبحان الله المخزن قبل النهائي مش النهائي لان يعني دي مرحله ينزل في القبر وبعدين يحط علينا تراب وخلاص يغلق الباب الاهل ايه تلاقي لسه ابوه يعني اخر حفنه رمل ولا تراب وضعت يبتدي ابنه ايه اللي هيرث منه المال واللي تعب عشان ينفض ايه التراب يا ويضرب برجله في الارض عشان اعزكم الله النعل اللي لابسه ايه لا تبقى أتربة القبور عالقة به لا إله ينفض بس التراب كانوا نفض إيديه من أبوه اللي رباه وتعب عليه وخلاص ودخل العبد المسكين ده إيه الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه عامل زي إيه الإنسان اللي غرق عايز بس حد ده يسيبوه يتركوه يروح اللي يعمل النعي واللي يعمل اللي مش عارف سوان العزاء واللي يعمل خيمة العزاء واللي مش عارف إيه يتقبل إيه وسبحان الله وانتهى الأمر لكن المسكين اللي جوه ده من الذي دخل معه؟ عمله. لن يدخل معك الا العمل. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول. دام هي كده سبحان الله فاذا حملت الى قبير جثه فاعلم بانك بعدها محمول. يوم ما نشيل القريب ندفنه اعرف ان المره الجايه انت اللي محمول، انت اليوم حامل، بكره ايه محمول. فاحيانا رب العباد يوحشك من خلقه. يبقى مش عايز ايه؟ ما تستأنس بالخالق تستأنس بكلام الله تستأنس بقيام الليل تستأنس بعمل صالح كل واحد منا يجب ان يكون هذه نصيحه من قبل لأبنائي وبناته من المشاهدين والمشاهدات لازم يكون فيه بينك وبين الله سر الانسان اللي ما فيش بينه وبين الله سر عامل زي بلغه الاقتصاد شيك من غير رصيد الشيك اللي من غير رصيد لو رحت انا وانت البنك نعمل بيه ايه ولا شيء يقول الموظف يقول لا يا استاذ يرد السحب على الساحب، لا يصلح انفاق لانه من غير رصيد ما ينفعش. او بالضبط كده، لازم يكون في بينك وبين الله سر، كل واحد من الصحابه كان له باب يدخل منه على الله. حياء عثمان، رقه ابي بكر، قوه عمر، علم علي، سبحان الله، يعني ذكر معاذ بن جبل علمه سبحان الله، تواضع بلال، انفاق عبد الرحمن بن عوف، كل واحد له باب. وانت خلي ليك باب ليبلوكم ايكم احسن عملا، اعمل عمل كده وخليه ايه؟ خليك ثابت، واحد ايه يراه في صلاة الرحم جزاك الله خير، واحد يراه في تفريج كروات الناس، واحد يشوف سداد ديون المساكين، واحد يشوف انفاق على يتامى واحد يشوف ايه؟ بناء دور العلم، كل واحد يعمل يعني يفتح بيوت الناس، يدخل سرور على الناس، كل واحد خلي ايه؟ عند باب تتكامل الامه بهذا، فاذا اوحشك من خلقه فاعلم انه سبحانه وتعالى يريد ان يفتح لك باب الانس به فما تغضبش ابدا لما تجد الخلق يعني واخدين جنب منك بالعكس احمد ربنا انه سبحانه وتعالى هتقعد مع الخلق يعملوا ايه؟ يغتابوا فلان وينموا في حق فلان ويتكلموا في حق فلان وينقصوا من شان فلان يا عم خليك انت في حالك سبحان الله امسك عليك لسانك ولا امسك عليك لسانك وليسعك بيتك اه تجي مرحله من المراحل يبقى انت من الافضل العزله قدر الامكان، قدر الامكان. ليه؟ لان انت لما تتعامل انت مش هتتعامل مع عثمان بن عفان و... وعمار بن ياسر، لا، انت هتتعامل مع فلان وفلان وفلان وكل الفلانات دي الله اخر الأشياء. اخر شيء عنده للاسف. اخر ما ما بالاخره يقول هي عقدنا هي خدمنا في ال... في في النار وال... يا ابن الحلال ما هو النار جاءت في القران والجنه جاءت في القران وذكرت النار 158 مره والجنه 158 مره والعذاب 213 مره والرحمه 213 مره والملائكه قدر الشياطين يعني قضيه خير وشر م... مثاني يعني ايه مثاني؟ يعني ذكر اهل اليمين واهل الشمال ذكرت الجنه ذكر النار ذكر, ذكر... ذكرت النار ذكر العذاب ذكرت الرحمه الله انت ليه بتفرق؟ ليه بتخاف؟ الله قالوا يا ابن عباس نجلس مع اناس يخوفوننا من الله، نعمل ايه؟ قال لان تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون امنا يوم القيامه خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامه، فان الله لا يجمع على عبد امنين ولا خوفين ابدا، من امنني في الدنيا اخفت في الاخره، لا يامن مكر الله الا القوم الكافرون ومن خافني في الدنيا امنته في الاخره أنت خليك على، قال لك في الحياة في الحياة وأنت صحيح البدن كده ومقبل على الحياة خلي الرجاء خلي الخوف أكثر من الرجاء ولما تقترب كده ويشيب شعرك ويحدود ظهرك وتكبر في السن وتأتي الأمراض خلي الرجاء يغلب على الخوف لأنك قادم على الكريم سبحانه فمتى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به يا جمال قلب يستأنس بالله عز وجل يقول الحسن البصري والله نحن في حالة مع الله لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف قال يا خبر الملوك يقاتلوكم بالسيوف على ايه انتم مش تاكلوا قال هلا الانس بالله والرضا بالله وعن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين متى فتح او حشك من الخلق فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانسبه اللهم انسنا بك وبذكرك يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته